اهلا وسهلا مشاهدي قناه الايام الفضائيه وحلقه جديده من برنامج ويا احبابنا. اليوم ان شاء الله تكون حلقه مميزه كالعاده في مول الحرفيه. تعالوا ويانا خلينا نشوف الحلقه وش فيها ما فيها والجوائز المقدمه ايضا من مول الحرفيه. خلينا نشوف ناسنا واحبابنا وبرنامجنا ويا احبابنا ونشوف الهدايا المقدمه من مول الحرفيه طبعا، ونشوف الاسئله اللي نتمنى يعني احبابنا يجاوبون عليها. بعد الفاصل راح نواصل ونشوف الاسئله ومول الحارثيه. هلا بيكم. يما راحت الهديه. هاي العطور هي للبيع ومخلينا للعرض. اقطع 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 طفي شهرتنا. اقطع عم عندك صابونه؟ مشكور. طفي شهرتنا ابو دقيقه. وين سيد المخرج؟ يمكن انا انبقت في الدقيقه. لوسي راحت. ترى شافتك الكاميرا. اقف تعال جدار سنتر سيد المخرج. جدار سنتر كامل سيد المخرج. جدار سنتر تعال هون تعال هون. عم نسكر يا زلمه. ولك انت عقل لك خالي. احنا كملنا ولنا فاصل ولنا فاصل. ما ادري سوى فينا سيد المخرج. تسمحوا لي امي داني سوى فينا المخرج. امي صدها علينا. مره تقول لي فاصل، مره تقول لي حواصل، مره تقول لي انهيها، مره تقول لي تعال سوى. والله عزل عمي عزل. انت تعبتني. مستمرين وياكم مشاهدي قناة الأيام الفضائية وبرنامج ويا أحبابنا. أيضا خلينا نسأل السلام عليكم. السلام. الكاميرا اسم بالخير. سلمان. سلمان شلونك اليوم بالمول هنا؟ نعم. تحياتي لك وسلامي للعائلة الكريمة وللسيد الوالد والوالدة وكل الموجودين بالبيت. اليوم شنو نشدك هنا؟ والله افطار على العائلة. خميس. الخميس ما شاء الله. شنو شغلك أستاذ سلمان؟ والله كاسب. طبعا تحيات من كل الكسبه. اليوم اسئلتنا حول ولاده الرسول الاعظم محمد عليه افضل الصلاه والسلام. خلينا نسال سلمان. مو سلمان راح نسالك ركز شوي يعني. من هي والده الرسول محمد عليه افضل الصلاه والسلام؟ على كيفك ركز عليه. واكيد يعني انت ان شاء الله جوابك حتى لو ما تجاوب نعطيك هديه. اشكرك. آمنة بتوحد. هسه تعطيني هدية، أنت بعدين جاوبت كل زين. وين الهدية؟ والدة الرسول محمد عليه أفضل الصلاة والسلام هي آمنة بنت وهب مثل ما قال الغالي. سيد الوالد شنو شغلك؟ متقاعد. متقاعد. اليوم المتقاعدين، تحياتنا للمتقاعدين. وين كان المتقاعد؟ بأبكان. عسكري. عسكري. ألف ألف ألف. مطعم كوبري. مطعم كوبري اللي هذا موجود يمك هذا للعائلة. كم نفر باشا؟ أربع نفرات. هاي شلون فرصة سعيدة تروح تقول لهم أبو ياسين وبرنامج ويا أحبابنا شال هاي البطاقة والسيد المخرج قال لي أستاذ محمد قال لي أنطي مال أربع خمس نفرات مال العائلة نظهر عالته وياه. وإحنا كل واحد مشاهدينا الأعزاء اللي 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 يريد يطلع وما يقبل يطلع عائلته نخليه على راسنا، لأن عائلته ما ملتهية تسوى تاخذ راحتهم. فمشاهدينا الاعزاء حقيقة احنا نرحب باخونا وحبيبنا استاذ سلمان. اشكرك على هاي البرامج الحلوة وهاي المبادرات. يعني شوية غير قناة الايام الفضائية. عاشت ايدهم والله. الله يسلمك. واحنا بخدمتك يعني بين التعب والعدل. شفت استاذ سيدي المخرج سوى فينا؟ تعال هيجي تعال روح هيجي. وهذا المخرج حقيقة هو قائد العمل. لكن الناس ما تعرفه، لكن هو يتعب هو المصورين وكل من يحيي ونسوي وكذا. جهود خلف الكواليس. خلف الكواليس حتى يطلعون صوره حلوه للعالم. فاحنا جدا ممنونين منك. تحياتنا لك. انت متزوج سلمان؟ اي نعم. ما شاء الله. تحياتنا بشوفتك. تحياتنا للعائله والله يحفظك ويحفظ عائلتك وشكرا لك اللي اخذنا من وقتك. مشكور. بالسلامه بالسلامه بالسلامه. اذا اعزائي المشاهدين طبعا مول الحرفيه قدم هدايا قيمه لمن؟ للناس اللي نلتقي بهم من خلال برنامج ويا احبابنا. سيد المخرج قال لي تروح تفتر. زين وين افتراني؟ السلام عليكم. عين عندنا هدايا وجوائز. السلام عليكم. شوف شلون حصلوا الهدايا والجوائز. السلام عليكم. اسم بالخير. بالفقار. بالفقار. اسم بالخير. تحسين. تحسين. شنو شغلك بالفقار؟ هذه كرة قدم. كرة قدم. انت تلعب طوبة؟ احنا نلعب بينا طوبة. وين اللاعبين طول؟ احنا اليوم نريد المنتخب مالتنا ذو الفقار يحصل نتيجه. اليوم المنتخب مالتنا حقيقه نتمنى انه يكون يحرز كاس الخليج العربي اللي راح تقام وين؟ بالبصره. بالبصره والله صعب. المنافسين قويين وانت تعرف الاداره الحاليه يعني والسابقه نفس الشيء. عبالي
أبوالي عدنان درجال يطور والله اللي أسوأ أشوفه. والله أنا يعني إحنا خلينا نتمنى يعني هو استوى استلم عدنان درجال ما صلى وايد. والله شو جا شوف انتقادات على كأس الكأس صارت انتقادات هو مزهرية يقول لك بيا يعطيها شكلية. إيه. شو يجيب لك بعد؟ هو بطشنا الثانية يا أبو ياسين يعني عندنا ما عندنا دوري فئات عمرية وأكثر شبابنا يعني جاي هسه يطلع عندنا نجوم بالمنتخب جاي نشوفهم فلتة يعني تلقى لك مثل قوقية طلع فلتة وما يعني ما طوروا ما اجى مدرب ميمي شلون لا ميمي لا خرا يعني رباطين صليبي ظاهر رونالدو بعظمته رونالدو البرازيلي اجت رباطات انتهى يعني شوفوا انت يعني ذا معجزه خوفتنا يعني معناته المنتخب ما راح يحقق نتيجه والله ان شاء الله احنا نتمنى بس جاي نشوف قطر وين الامارات وين السعوديه وين المنتخب 6 اشهر ماكو اعداد ما متجمع ماكو شيء قانون صار له سنه ونص يجهز الكاس على معسكرات احسن ظروف يعني انا صار 5 سنوات اول مره اي بس يعني مو انت ما تنسى ظروف البلد يا احنا اغنى منهم احنا اغنى منهم لا من ناحيه الفلوس والغنى والهذا احنا من ناحيه الامور اللي موجوده بالبلد الامور انت شو تسوي انت ايش تسوي انت ايش الصحيح انت تسوي دوري فات عمري دوري منظم دوري ناشئين شباب ما نقول اشبال ناشئين شباب هاي تطلع منها مواهب انت مو كاتل اللي عدمت الطوبه بهاي الساحات الخماسيه احنا انا كلاعب كنت لاعب العب ساحه 11 ساحه 11 خماسي اجي يختلف اي شيء شغله سيد المخرج يختلف اللعب من ساحه 11 من انت تلعبه ابو الخماسي من تلعبه ساحه 11 ما يقدم بينما اذا ساحه دوري مرتب ومنظم هسه كان بزمن النظام السابق كنا نلعب دوري من 20 فريق نطلع مواهب هواي بالدوري مدربين يجون مدربين فات عمري يجون يباعون يجون نطلع مواهب حلوه هسه وين ماكو انت هسه قلت لك لو بالصدفه يطلع لك لاعب لاعبين وينتهي تيجي الفرق الشعبي اسوي مدرسه كرويه شلون مال سباير لا عمو باب الله يرحمه عمو باب الله يرحمه يقول عمو باب يعني قطر سوت سباير من 2005 2005 2006 اخذوا كاس اسيا نفس اللي طلعوه من سباير اخذوا كاس اسيا وهسه لعبوا كوبا امريكا لعبوا كونكاكاف يعني طوروا من نفسهم جو ورانا طوروا من نفسهم ليش؟ الاساس صحيح التفكير للمستقبل مو عاد نحلم اذا اعزائي المشاهدين احنا الاخوان حقيقه من حقهم يدافعون على منتخبنا وايضا مشاهدينا الاعزاء من خلال شاشه الايام الفضائيه وبرنامج ويا احبابنا احنا راح نسالكم سؤال ونرجع لكره القدم سؤالنا اليوم احنا حول ولاده الرسول الاعظم محمد عليه افضل الصلاه والسلام اول غار دخل به الرسول عليه افضل الصلاه والسلام يا غار غار حراء كل شيء وين الهدية وبعدين نسأل هذا شركة طيب في زكارت مجان انت هنا وانت الدل هسه نرجع لمنتخبنا مرخص السيد المخرج طبعا منتخبنا قدم كل الشغلات ايه. يرضي شعبنا اي صحيح اليوم المنتخب اول انت شوف جيل 2007 كان ما يلعب لاجل الماده جيل 2007 لعب بغيره كانت هسه اللاعب يستلم لعقد 600 مليون 500 مليون هذا شنو هو بعد ايش يريد شنو طموحه بعد الوطن كذلك مظاهرات تشغيل يعني يقول لك 2007 مال اسيا الان مو لاعبين غضبوا لعبوا بغيرتهم على مود الشعب يفرح مظاهره لا ربحنا على شو اسمه على الاردن اي هاي جاشك علم غضبنا ايران اي واحد تحكي لي 2007 ل 77 لا لا 2000 تقريبا 20 ليش احنا مو ربحنا على احنا احكي لي اللي ربحنا على السعوديه بيا سنه بال 2007 كانت امم اسيا يونس عبد علي يونس محمود تحياتنا ليونس عبد علي ايضا يونس محمود الكابتن اي عضو بالاتحاد حاليا هو والله يعني هسه اليوم السفاح ما قاعد يقدم نتيجه؟ والله اداريا ما جاي يشوف يونس يقدم لا كله تحكي عليه، ليه قاعد يحكون عليه؟ انا بس هدفتهم يعني غير تطول مجال خلص تو بدا لا صار له اكثر من سنه هسه انا بدا فيهم هسه احنا نجي على الكابتن عدنان درجال مع اعتزاز وحبي اليه
لا الرياضه هي المشكله هسه. انا بس تعطوني مجال، قصدي يعني هسه انا عوفك هسه من الوزير هسه هو استلم الاتحاد، قصدي خلينا نعطي مجال فلسنه حتى نشيك الشغل. نعطي مجال احنا هو ويونس، خلينا نعطي فلسنه. لا نعطي مجال، احنا شعب منتظر، احنا صابرين صار لنا سنوات من 2007 هي اخيرا جاهز ان احنا بعد ومنتظرين هاي السنوات. ما حصلنا نتيجه؟ لا شو اخذنا؟ اخذنا الشباب يمكن اخذوه كاساسي. زين سؤال واحد، سؤال ايضا سؤال، انا ما اريد ادخل عليكم هذا اليوم، احنا نخلي مدرب ونطلع مدرب، نخلي مدرب ونطلع مهمه. ايه؟ المدرب لازم تصبر على المدرب، اجنبي محلي اكثر واحد حقق انجازات. انا لو يعني تسمحوا لي يعني اكثر واحد حقق انجازات من هو؟ جوربان فييرا بال 2007 كان مناسب، بس الرجل يعني حكيم شاكر ما عدنان حمد رجل عدنان حمد هسه ما شاء الله انجازاته بعمان محارب بس. لا هسه هو جيل اوكي هسه مستلم المنتخب مال عمان، لو لا استلم المنتخب مال الاردن وحقق نتائج ولا حقق؟ اي حقق، هو بنى جيل 2007 ترى عدنان حمد. زين العدل منتخب جاهز. زين حكيم شاكر ما حقق نتائج؟ حقق، مو حقق انتاجات كل زينه ونتائج حكي ما خلوه. نتمنى له التوفيق وعلى اخلاقه وانسان خير وسعود السيد والسيد. خلوا طول مجال المدرب اللي يجي ما يخلوه يتصرف من شخصيته، يعني من هو قراره يعني يفرضون يفرضون عليه هاي جاي يشوفه، ما تقبل هاي، ما تقبل لهم تطلع. اذن اعزائي مشاهدي قناه الايام الفضائيه وبرنامج ويا احبابنا شبابنا واعزائنا واصدقائنا اللي هم متحمسين على انه يكون المنتخب العراقي الوطني بالمرتبه الاولى من خلال وجوده في تصفيات كاس الخليج العربي، مو بطوله كاس الخليج ان شاء الله حقق نتيجه جيده ان شاء الله. وانا هذا الجمهور شاكر هذا حماسكم. اي والله نجد منتخبنا كل الشعب يفرح، تعبنا حياتنا لعدنان درجال وايضا اليونس محمود والراضي شنيشيل. سلام عليكم، شلونك عيني تشرف، الله يسلمك الله يعزك الله يخليك. وراضي شنيشيل وايضا لا ننسى كل المدربين اللي قدموا خدمه لبلدهم، نتمنى الراضي شنيشيل انه يعطوه فرصه على مود يطلع نتيجه حلوه مشرفه تليق بالمنتخب. نتمنى حي والله صارنا يعني اقول لك فتره طويله ماكو، كل انجاز كل انجاز هسه تباوع. كنا باع، كنا ننتظر شو وقت تصير منتخب، هسه الحماس راحت بات، تجي لعبه المنتخب ما حد يتابع. المنتخب الوحيد للشعوب هسه جميعا هي كره القدم، يعني هي اللي تفرح وهي هي تحرك المشاعر كره القدم ان شاء الله. احنا بلد محارب وكل شيء يعني ان شاء الله. لا 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 ان شاء الله الحكومه ان شاء الله جايه والامور زينه والخير ان شاء الله جاي. ممنونين من عندكم، ممنونين، خذنا من وقتنا. ما زلنا مستمرين طبعا مشاهدي قناه الايام الفضائيه وبرنامج ويا احبابنا ومن مول الحرفيه لنفتر ونوزع جوائز وهدايا قيمه من مول الحرفيه. تعال عمو تعال. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ام سيف. ام سيف وين سيف؟ سيوبي تعال. سلام عليكم. تعال بوسه خالو. شو اسمك انت؟ سيف. سيوبي تعال شوف هنا قدام عمو المخرج. تعال شو اسمك انت؟ شام. شام هذا سيف، هذا شام. شام بيا مدرسه؟ مدرسة الحسن العسكري. ها؟ مدرسة الحسن العسكري عليه السلام. تعال هنا سيف انت وين بيا مدرسة؟ حسن العسكري. أنا نفس الشيء عليه السلام. زين كل زين، انتم نجحتوا؟ نجحنا. زين بما انه انتم مدرسة الحسن العسكري عليه السلام، احنا اسئلتنا اليوم بخصوص مولد الرسول الاعظم عليه افضل الصلاة والسلام. كل زين هسه راح نقول لكم. يقول من هي؟ خليني اسالكم انتم اذا تعرفون. كل زين دائما اطلع على الكاميرا يعني على مود يشوفونكم، يشوفونكم اصدقائكم، يعني الكاميرا موجوده وانا متخشم هيجي. انا نقول حنش مالنا عليكم السلام، وهذا الثاني وحنشي اريد الناس حتى تشوفك. انت ما عندك اصدقاء؟ كل زين. من هي؟ مرضعة الرسول عليه افضل الصلاة والسلام. قبل لا تحكي ماما لي الماما كيف تساعد الجواب؟ حليمة السعدية. يما راحت الهدية. صحيح. صفق لنا اخوك. كل زين. وين الهدية؟ وبعدين نرجع شنو؟ الله شارع النهار مطعم جوز. طبعا انت والعائلة وين هو؟ طبعا
المطعم اللي موجود هاي عشاك انت ولا هذا، بس خلينا نسالك شو مسيف اليوم انتم هنا طالع مسالك تعال هاي النادي اللي شاردني اوقف مسيف اليوم طالع الاولاد بالعائله الله يحفظهم اي ان شاء الله. وين جيتوا للمول؟ جينا للمول اي. شو تسوون على مود المدارس؟ والله على مود المدارس طبعا بمناسبه بدء العام الدراسي مشاهدينا الاعزاء ومن خلال مول الحرفيه نتمنى عام دراسي يليق بطلبتنا وطالباتنا، ونتمنى ايضا تذليل الصعوبات من معالي السيد وزير التربيه المحترم. اليوم احنا الاسئله تكون بمستوى اولادنا واحبابنا واطفالنا وايضا طلابنا، اليوم نتمنى تكون الاسئله ضمن سياقات العمل المنسوب وايضا ضمن مواقع عراقنا الحبيب. نتمنى يعني اكو مرات اسئله صعبه واكو مرات اسئله سهله. الامتحانات مالتك شلون كانت؟ سهله كل زين. تبي اسف ثالث رحت للرابع. للرابع والطلاب كانوا كلهم ناجحين لو بس انت لو اكو كم واحد؟ كلهم ناجحين. وانت شو تقول اسئله مالتك؟ سهله. تبي اسف ثالث هم كلهم نفس الصف؟ هم توم ومسيد؟ اي نعم. سلام والله ما شاء الله. وين انت توم؟ مش عندهم بعد هذول بس هذول عندك؟ لا بس هذول عندي. الله يخليهم. ابو سيف شنو شغله؟ ابوهم مفقود والله. ان شاء الله يرفع بالسلامه ان شاء الله ويرجع لكل المفقودين ان شاء الله العوائل ويحفظ عراقنا وشعبنا. وايضا الاخت الغاليه ام سيف طبعا ما شاء الله ان هي اليوم للعام الدراسي شيتي لهم يعني سويتي لهم؟ والله اشتريت لهم اغراض وملابس. هم اليوم اول يوم يعني باشروا بالدوام. شلون الاسعار مال الملابس او القرطاسيه؟ والله لا الحمد لله كليتها زين. زين مو زين. زين مرات يعطون قرطاسيه قديمه شويه امسد احنا عين 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 على بس ليش قاعد تشوف المخرج يعني عليه يقول لي خليه يمشي شوف حتى لا اشوفك مو كل زين مو تعطيني شو استفدت انا منك غير من حد يشوفونك بعدين اصدقائك في المدرسه من يقول لك ايش طلعك وين شفت ابو حنيج وش سويت انت مو صحيح؟ كل زين كيف تحكي؟ انا ما يدرسون عربي يعني هاي السنين راحت كردي درسوا. ما شاء الله كردي. تحياتنا لشعبنا وناسنا في كردستان العراق والف الف تحيه وسلامنا ايضا لكردستان العراق وسلامنا لكل محافظات العراق ولا ننسى العاصمه الحبيبه بغداد. نسيت شنو الصعوبات اللي لاقيتي يعني مثلا انتم كانوا عايشين هناك؟ اي نعم اي والله هي بس اللغه يعني بس اللغه بس كرم والاستقبال والطيبه من قبل اهلنا وناسنا الطيبين بكردستان العراق يعني كرماء وحقيقه هم فاتحين بيوتهم لكل العرب اللي يجون من يروحون هناك يم ناسنا واحبابنا الكراد هنا على الراس. الف تحيه لاربيل وسلامي سليمانيه واربيل ودوق وحلبجه لان احنا عراق واحد ان شاء الله. سلام الكردستان العراق. وانتم اليوم هاي اول سنه تجون هنا؟ اي هاي اول سنه. لين رجعت المدارس؟ اي اي رجعت المدارس. من كان وياكم هناك؟ هناك كانوا بيجدهم. بيجدهم الله يحفظهم. السيد الوالد والدته شنو ابوه؟ لا ابوهم. اي شنو شغلهم؟ والله ما عندهم شغل هناك بكردستان. ما شفت راتبك شلون راتبك المونس؟ لا الحمد لله الحمد لله الحمد لله. احنا اسفين طبعا خذينا من وقتك شفت الغاليه والله ربي يحفظك ويحفظ امهاتنا واخواتنا. وانت مثال انت مثال للمراه العراقيه الرائعه. الله يحفظك ويحفظ اولادك وان شاء الله نشوف ان شاء الله في اعلى المراتب يا اختي يا غاليه ان شاء الله. الله يسلمك. الف 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 تحيه لكردستان العراق. نتشرف 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 بالسلامه. مع السلامه. شكرا شكرا عيني شكرا شكرا. اذا اعزائي المشاهدين السلام عليكم. وين انت منين نزلت؟ زين لا تخاف اطلع اطلع لا تخاف ترى شافتك الكاميرا. اقف اقف تعال. السلام عليكم. سلام حبيبي. الاسم بالخير؟ زين. زين وين تشتغل؟ توترز. كوداس وين بامكان؟ شركه توترز. شنو هاي كوداس؟ توترز توترز يعني شنو؟ مع طلبات توصيل. ما توصيل. انت شنو طالب خريج شنو؟ انا ادرس جامعه. اذا اعزائي المشاهدين شلون الموقف حلو؟ يقول انا يعني شغلي طلبات وهو يدرس جامعه طالب مثابر مكافح راقي بمعنى الكلمه يستحق التقدير والاحترام من قناه الايام الفضائيه وبرنامج ويا احبابنا. هذا الانسان ناخذ له تحيه لانه شنو؟ دي كافح دي يدرس دي يقرا. والسيد المخرج يقول لازم تعطي هديه بدون ما تسال ابو ياسين على الاخلاق الحلوه وبعدين نجي نساله خلينا نعطي الهديه. هاي شنو هاي؟ حليب مدهش. هو بعد من زوجته؟ لا من زوجته. ابي يا جماعه
ما شاء الله، ان شاء الله تستاهل كل الخير. عمي زين، وتعطينا بعد ما تعطينا هذا الحاج بالمشش المدري شو يسوي يوصل لا احنا هسه ناجرين هاشه وناخذ من عنده شريط طيف الجائزه. والله خليه خليه السيد المخرج يقول طيف ثانيه. خذ خذ عوف الدين فندي هالشيء انت عوف انت تلحق على الطلب اللي يعطيك هديه. هذا عطر رجالي، هذا عطر رجالي الاسم بالخير حسين. هاي هديه وهاي هديه. وانت بيا جامعه بغداد. الف تحيه جامعه بغداد. يا قسم يا شنو اختصاصك؟ قسم فيزياء. قسم فيزياء كليه علوم. قسم فيزياء كليه علوم مرحله خاصه الثالثه. اهليه لو حكوميه؟ انا حكومي. حكومي. ومن تتخرج شو تصير بالسلامه؟ هو لو مدرس لو على المستشفيات ان شاء الله. شو اسمها الكليه؟ جامعة بغداد. جامعة بغداد. ألف تحية لجامعة بغداد ورئيس الجامعة وأيضا الكليات المتواصلة. أريد أسألك سؤال، أنت أعطيناك الهدية وأنت مكافح ومؤدب وتستحق التقدير والاحترام. سؤالنا اليوم بما أنه أيام مباركة ذكرى ولادة الرسول محمد عليه أفضل الصلاة والسلام، أول غار دخل به الرسول، أول غار عندك شيء من الحجة؟ جبت لنا هدية من الحجة. انت العشاء انا اعطيك هديه، تعال انت وين تروح؟ شو اسم الغار؟ والله ناسي صراحه. ناسي؟ اول رسول، اول غار اللي راح به الرسول عليه افضل الصلاه والسلام وقام يتعبد به اسمه غار. شو اسمه عمي؟ شو اسمه؟ الحراء. بارك الله فيك، شكرا لك. واحنا اسفين اقتحمناك واسفين التقينا وياك، لكن حبينا نسلم عليك. بالعكس. احنا قناه الايام الفضائيه وبرنامج ويا احبابنا. طبعا مشكوره الهدايا المقدمه، طبعا هذا عطر من هوا بغداد، وايضا مشكورين طبعا هذا المول الرائع اللي احنا قاعدين نصور به، هو شو اسمه؟ مول الحريه. الف تحيه وتقدير لكل القائمين على هذا المول، ويا رب ان شاء الله الله يحفظ شعبنا وناسنا ومنون من عندك وخذينا من وقتك. وأنا آسف خاف قبل التقيت وياك. لا بالعكس. يلا حليب مدهش والعطر لا تنساه. هو بغداد بالعجل. عيني. إذن أعزائي المشاهدين لا تروح لا تروح. خلنا نستغل فرصة، خلنا نستغل فرصة. سيد المخرج قبل الفاصل ممكن؟ الله يبشرك سيد المخرج. أهلا 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 شرف. السلام عليكم. أهلا. أمسال. يا أخبارك؟ حياك الله. تعال تعجبني يا. عشان المشاهدين السيد المخرج قال فاصل، يعني الفاصل عادة بكل اللقاءات نقطع ونوب نرجع، لكن شفنا الغالي شو اسمه؟ علي. علي انت شو اسمك؟ علي عبد الله نجم. علي عبد الله نجم، اليوم هنا بالمول. اي والله. شو تسوي؟ والله جاي زيارة من البصرة. تحياتنا للبصرة واهل البصرة، سلامنا لعوائلنا الطيبين في كل محافظات العراق وكردستان العراق والعاصمة الحبيبة بغداد. سلامنا للبصرة. يعني البصرة كل محافظات العراق أهل كرم وأهل طيب وأهل ملقة. أنا أنت اليوم جاي تسوق ولا جاي زيارة؟ لا والله جاي زيارة للمول. المول. علي اليوم الأيام المباركة ذكرى ولادة الرسول الأعظم محمد عليه أفضل الصلاة والسلام. عليه أفضل الصلاة والسلام. أنا أريد أسألك سؤال، تقدر تجاوب؟ يكون سؤالك شوي مو صعب شوي. ها؟ أقول لك يكون سؤالك شوي مو صعب. لا سؤالنا سهل. وإذا قبل لا نسألك السؤال راح نعطيك الهدية. شنو الهدية؟ عطور أرض الخليج. منين؟ من المول الحارثية. عطور أرض الخليج. سيد المخرج يقول لنا هاي الهدية من غير ما نسألك. خوش؟ أنت تقول لي الأسئلة صعبة، إحنا ما نسأل. احنا نريد نعطي هدايا، مول الحارثية معطينا هدايا حلوة وقيمة تليق بكل مشاهدينا أيضا اللي يشاهدونا وكل الناس اللي نلتقي بهم. شكرا جزيلا لكم. الله تعرفتني انا منو؟ ايه كابتن استاذ ماجد ياسين. استاذ ماجد ياسين، انا اخوك الصغير ماجد ياسين، ابو ياسين، ابو حنش، ابو خشم، كل شيء تطلع. الا انا راح نسالك سؤال، بس سؤال بما انه يخص مولد الرسول عليه افضل الصلاه والسلام. مرضعه الرسول، مرضعه الرسول عليه افضل الصلاه والسلام من هي؟ علي مسعديه. يا يابا عشت يدك ومبروك لك. شكرا لك. شلون البصره بالحر؟ والله حلوه. اشتاق اشوفكم. اشتاق اشوفكم. انت اخوه؟ نعم. الله يحفظ لك، الاسم بالخير. احمد عبد الله. احمد عبد الله شنو شغلك؟ محل.
محل؟ نعم. يا محل؟ مال غذائي. مال غذائي؟ اي نعم. يعني بالبصرة؟ بالبصرة اي نعم. اليوم البصرة ما شاء الله بدت الأجواء حلوة. نعم. مو الحر شوية راح مو؟ نعم نعم. مو الحر شوية راح؟ اي كسرت. الملوحة شلون؟ قبل كان اكو مي مالح هسه بعده لو راح؟ والله يعني نوعا ما خفت. خفت ليش؟ لأنه السيد المحافظ أسعد العيداني مشكور قال راح أسوي ماي للبصرة حلو، لأن التقيت به أنا قبل يعني تقريبا قبل 10 أو 8 سنوات 6 سنوات أول ما استلم المنصب مالته، كانت عندنا لقاءات في أحد الفضائيات وقال لي أبو ياسين، قلت له يابا الناس اللي بالبصرة يشكون من الماي المالح. هسه ما شاء الله يعني البصرة تغيرت، ملامحها تغيرت، يعني الفضل الله سبحانه وتعالى هذا الشخص وهذا الشخص الرائع اللي هو ابن البصرة أسعد العيداني وكل القائمين بالبصرة، ألف تحية لشيوخ البصرة والسادة الأجلاء والناس الطيبة وكل الموجودين في البصرة. اليوم إن شاء الله من الروح حقيقة للبصرة نشوف البصرة يعني تشرح القلب. مو صحيح صحيح صحيح، أكو تطور عماني كبير واسع، نتمنى التطور عمراني كبير واسع بالبصرة، ونتمنى أيضا طلاب والطالبات وأيضا العاطلين عن العمل أنه يلقون وظائف. يعني السيد المحافظ وفر كل الأشياء الحلوة، لكن أكو بعض الملاحظات من قبل الناس اللي موجودين أهل البصرة يقول نتمنى يخرجون. مو اللي نعم. خرج يكون لازم يتعين. نعم أكيد. اللي ببيته فد 3-4 خلي يتعين له فد 1-2. فنتمنى من السيد المحافظ أسعد العيداني الله يعطيه الصحة والعافية والقائمين على البصرة أنه يكون بعد ماكو، لأن هي سوق حرة البصرة، بعد ماكو واحد قاعد من العمل وهذا، واجيب البنغالي واجيب العمال الأجنبية وعوف وعوف أولادنا وحبايبنا، خليه يشتغل. مع اعتزاز لكل البلدان اللي جيت تشتغل هنا، ابن الوطن او لا، لو الغريب او لا، يعني احنا نتمنى ايضا هاي تكون بنظر الاعتبار السيد المحافظ اخونا وحبيبنا واستاذنا اسعد العيدان والقائمين على البصره. ايضا الشركات اللي موجوده اللي هي مال العماله، يعني تاج على راس ونحترمهم واحنا صحيح ونقدرهم، لانه هم قاعد ايضا يخدمون. يقول لك مرات الاجنبي يجي يشتغل من الصبح لليل، العراق من يجي شو يسوي؟ يشتغل ساعات عمل 8 ساعات ويتوقف. ما ليش؟ سبب ظرفه والالتزام الالتزام العائلي. الالتزام العائلي وظرفه، وايضا احنا لازم القدره مو، لكن مو معناته يروح زايد ويانا وينسى الشغل، وهنا تسمح لي استاذ فد ساعه اروح وارجع، استاذ تسمح لي اخلص شغلتي هنا بروح وارجع، انت عندك عمل من 8 للثلاثه للاربعه، وهذا نظام عالمي معروف يعني. تحياتي لولدنا وأهلنا وناسنا الطيبين بالبصرة، وألف ألف تحية وشكر طبعاً إلى محافظ البصرة وأيضاً كل المسؤولين والقائمين وأهلنا وناسنا الطيبين. وهاي بوسة رحم الله، بوسة أيضاً بوسة تروح توصل بالسلامة إن شاء الله. تحياتنا بالسلامة. أنا مدهشة هاي مهدية لك. شو تقول لقناة الأيام الفضائية والمول الحارثية بالذات؟ شكراً لقناة الأيام الفضائية وشكراً إلى مول الحارثية، صراحة يعني مول جدا رائع وناس مشتغلين عليه بشكل امتياز ومتطور الحمد لله. واحنا طبعا ننقل تحياتنا احنا كقناة حقيقة الأيام الفضائية وبرنامج ويا احبابنا لكل المولات الموجودة بالعراق، محافظاتنا وايضا كردستان العراق والعاصمة الحبيبة، ولا ننسى مول الحرثية اللي وفر اجواء مناسبة ورائعة للمتلقي. يعني انا من التقي بيك ووفر لنا هدايا وعطور هدايا جوائز ثمينة، حقيقة هذا تقدير واحترام واحترام للناس اللي هذا صحيح. احنا ممنونين منك. ممنونين الله يسلمك. بالسلام. حياكم. بالسلام. بالسلام. اذا اعزائي المشاهدين فاصل 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 ونرجع فدقيقه فدقيقه. اعزائي المشاهدين طبعا مثل ما تشوفون هاي العطور هي للبيع ومخلينا للعرض. اقطع 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 طفي شهرتنا. اقطع عم عندك صابونه؟ مشكور. طفي شهرتنا يا ابوي. بلي كيفك يعطيك العافية منيح. We'll be right back.
بعد الفاصل مشاهدي قناه الايام الفضائيه واي احبابنا وفي مول الحارثيه تحديدا مول بغداد. خلينا نشوف. سلام عليكم عيني. السلام. اهلا وسهلا. بشير. بشير شلونك؟ الحمد لله بخير. اليوم ما شاء الله جاي هنا للمول. اي جاي للمول. كل شيء انا بشير. شنو شغلك؟ موظف. متزوج؟ لا لا. بعد ما متزوج. وينك طالب؟ يابا كان. اسنان جامعه اورك. يعني دكتور؟ ان شاء الله. ان شاء الله ما شاء الله دكتورنا العزيز. تحياتنا لكل اطباء الاسنان ونقابه الاطباء. وايضا اليوم تعال هنا. شو اسمك؟ بشير. بشير الحشوه. تعرف بيها؟ اي لا بعدني شوي قاعد ادرسها. حسيت الاخر مرحله ثالثه بعدني. ما شاء الله. يعني ما بس قاعد تطبخ؟ لا بعد تطبيق. السنه الجايه راح يكون تطبيق. عندي اخوي كبير دكتور اسنان اسمه طه ياسين على اسمي ماجد ياسين. وعنده ولده ايضا البنات اطباء مال الاسنان ما شاء الله. اهلا وسهلا. شفت ما شاء الله يعني الاطباء الاسنان وكافه الاطباء ناسكين بشكل ناسكين اتكيت هذا. لكن من خلال يعني اليوم انا اريد اسالك اسئله وبعدين نرجع للاسمه بالانجيل. الايام هاي المباركه هي مولد عيسى المسيح. ولا عيسى بن مريم. مولد الامام عليه السلام عيسى المسيح سلام الله عليه. المولد الرسول الاعظم عليه افضل الصلاه والسلام. عليه افضل الصلاه والسلام. مو؟ ايه. فمولد الرسول بالانجيل شو اسمه؟ هسه انت قلت المسيح عليه السلام. عيسى المسيح وعيسى بن مريم. كل زين كل زين. الرسول عليه افضل الصلاه والسلام بالانجيل شو اسمه؟ بما انه انت دكتور عندك يعني اطلاع عندك هاي وبعدين تعرفونه. السيد المسيح. لا اسم 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 محمد عليه افضل الصلاه والسلام. اسمه بالمسيح شو اسمه؟ اسم النبي. بالانجيل شو اسمه؟ اسم النبي محمد؟ اي شو اسمه؟ انت محمد؟ بالاسلام؟ اي بالانجيل؟ ما اعرفه. ما تعرفه؟ لا. نقول لك احمد؟ زين؟ أحمد؟ أحمد؟ الأحمد؟ إيه أحمد؟ إيه؟ الأحمد؟ إيه؟ ما حد يشوفنا بس الكاميرا؟ شوف ما حد يشوفنا. قول أحمد بالإنجيل اسمه أحمد. 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 أنت ما حد يدري، ما غششناك. بس الكاميرا أمة محمد كلها شافتك. أوكي. أول واحد المخرج يقول لي ايش سويت؟ اسمه بالإنجيل أحمد. أحمد. جيتك الهدية. بس احنا راح نعطيك الهدية ولكن راح نسألك الأسئلة. شنو هاي؟ عشان طيب كي كارت طيب. شوف الهديه المحترمه هاي وحده هاي. خلينا نسالك اليوم طبعا انا اقدم شكري وتقديري الى كل اطباء العراق بدءا من وزاره الصحه على اسهم الدكتور هاني العقابي معالي الوزير طبعا، وايضا تقدير وشكر الى مديرية صحة الرصافة وعلى رأسها أيضا دكتور علاء المحمداوي. على رأسي. وأيضا شكر وتقدير من خلال يعني هالبرنامج مالتنا مال أحبابنا اللي هو من قناة الأيام الفضائية. نقدم شكرنا إلى مستشفى المن مستشفى المن لا لا المدير الطب دكتور حسن التميم وابن النفيس. لكن أنا عندي اسمين أريد أشوف أنا كلش حلوة. تلزم تلزم تلزم. تلزمت. الزمن الثاني خليني اقول لك احنا ليش نقدم شكر للاطباء؟ خليني اقول لك اسمع 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 وين النوبل؟ يلا ولا يهمك تعال خليني اسلم عليك. تعال 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 تعال. شلون الاحوال؟ تمشي على روسنا؟ لا حتى على راسي. الله يسلمك. تعال هنا انا بعد نسوي لك لقاء نعطيك هديه. الله عليك محتاج هديه؟ الله عليك. دقيقة وين سيد المخرج؟ يمكن أنا بقيت في الدقيقة. لوسي راحت. لا تروح المايك عندك خليه. موجود يمي. دقي حالي. مستشفى ابن النفيس حقيقة مشكورة. رحت زيارة أنا بما أنه أنت طبيب. رحت زيارة المستشفى ابن النفيس شفت التقدير والاحترام لكل الناس اللي موجودين. من أدب وخلق ورقي من مستشفى ابن النفيس وعلى رأس المدير مستشفى علي محي. وايضا الدكتور محمد مطر، الدكتور محمد صفاء مسلم طالب عيني، والكادر التمريضي استاذ حيدر واستاذ حسين واستاذ ايهاب. الله ولا ننسى ايضا الدكتور علي مطنش، الف تحيه للاخ الغالي اخويا وحبيبي علي مطنش، وايضا مدير المستشفى اللي هو علي محي مدير المستشفى.
على ما هي يعني صار متواضع كلش. مو هم ستشعر راقي متواضع. فالف تحيه لكل الاطباء وخاصه من يستقبلون المرضى. احنا نشوف الحاله النفسيه من يجي الدكتور ويشرح الحاله النفسيه للطبيب، الطبيب نصف العلاج هو الحاله النفسيه. بالضبط. فمن خلال يعني تواجدك ويانا وانت طبيب نقدم شكرنا لوزاره الصحه وصحه بغداد وصحه الكرخ وصحه الرصافه ومستشفى ابن النفيس اللي هي مديره علي محيي تحياتنا له ولكل الكادر. هسه نرجع انت بعد كنت تتخرج؟ بعد سنتين. زين بعد سنتين بعد سنتين تخرج ان شاء الله. خمسه ولا سبعه؟ خمسه. خمسه كل زين. وهسه بديت يعني ممارسه ان شاء الله. سيد الوالد شنو شغله؟ والدي متقاعد. متقاعد؟ وين متقاعد؟ طبعا طبعا الف تحيه ايضا المتقاعدين الله يحفظهم يعطيهم الصحه والعافيه لانه خدموا بلدنا وخدموا ناسنا ويا رب ان شاء الله تحيه خاصه وايضا سلام من الاعماق من قناه الايام الفضائيه لكل المتقاعدين. المتقاعدين حقيقه يستحقون التقدير لان تعبوا. بالضبط. احنا مقدمين لهم شكر وتقدير كذا وهيك شيء يعني كلش تعبوا يعني زي ما صدام كان يعني مبلونين تقريبا من ناحيه يعني يلتحقون من ناحيه ينزلون الراتب كان قريب بالنسبه لهم اكيد يعني من ناحيه ما سالف والدي لك للسيد الوالد وقل له قناه الايام وبرنامج ويا احبابنا سلامنا له للسيد الوالد ويخلي خيمة عليكم الوالده وقل له ان شاء الله يوم زواجك يوم زواجك وقناه الايام تفرح كل الهلا نورتونا حبيب استاذ نورتنا بالسلام بالسلام. جمهورنا مشاهدينا الاعزاء ما زلنا في مول الحارثيه وبرنامج ويا احبابنا وايضا مع استاذنا الفاضل ابو هند. سؤالنا طبعا ولاده الرسول الاعظم عليه افضل الصلاه والسلام محمد صلى الله عليه وسلم بعد ما توفى والده منو كمل تربيته؟ عم عبد المطلب صحيح جبت الهديه شنو هاي؟ كوزمتك مال البشره. اذا عمو هاي لكم هاي من قناه الايام الفضائيه ومن برنامج ويا احبابنا وهي الهديه مقدمه من مول الحارثيه. شكرا جزيلا كل الخير. خلينا نروح للسيد الوالد. اعزائي المشاهدين طبعا الاب خيمه والاب هيبه دائما نتحدث بخصوص الوالده والوالده يقول يعني جنه تحت اقدام الامهات وتستحق التقدير والاحترام وتبقى غاليه وعاليه ويقول اليوم اليتيم هو يتيم الام وليس يتيم الاب. هواي نتحدث هواي عن الوالده وامنا وتاج راسنا وامهاتنا الف رحمه على روح امهاتنا والله يحفظ الباقيات. لكن لا ننسى الوالد الاب اللي الله سبحانه وتعالى وصى بالوالدين الوالد والوالده من بعد الله سبحانه وتعالى. بعض الاشياء اللي حقيقه تحس بالداخل انه بعض العوائل يعني ما يعطي قيمه للسيد الوالد وهي غلط ثم غلط ثم غلط. اليوم نلتقي باخونا وحبيبنا الاخ ابو هند. استاذ كامل ابو هند الله يسلمك. مدرس انه مدرس تحياتنا للكوادر التدريسيه وكل التدريسيين والمشرفين وتاج على الراس. استاذنا اليوم الوالد يعني المنزل العظيم اللي الاب والام رساله الله نزلها للانسان. فالرسالة الإنسانية اللي يؤديها الأب والأم ما تقيم وتنتقل هاي الرسالة. شوف آبائنا قد تعبوا علينا صح. انتقلت هذه الرسالة من عندنا الأبناء. اليوم التربية لها دور. نعم التربية لها دور. رسالة إنسانية تنتقل من جيل إلى آخر لغرض بناء المجتمع لغرض فائدة المجتمع. أنا عندي هذه بنتي عندي خمس بنات. الله يحفظهم. خمس بنات الأم. لا هذه الوسطاني هاي صيدلانية. الله يخليها. إذن يعني التربية لها دور وهي الصيدلانية الدكتورة الرائعة ألف تحية وسلام لكل الصيدلانيين ونقابة الصيادلة وكل الدكاترة وأيضا هي دكتورة يعني مو ولا دكتورة. نعم لا هي انقبلت كلية الطب بس ما رادت. ليش ما رادت يا عمو؟ اختاريت الصيدله مع العلم. ميولي يا عمو مو ميولي طب والدم يعني مو طموحك انه تقولين انه لا تريدين انه صيدله. اي اذا يعني سلامنا واشواقنا الكل اطباء العراق وطبيبات العراق والصيادله والصيدليات تحياتنا لهم وسلامنا لهم. نرجع الموضوع الاب. مشاهدينا الاعزاء احنا دائما يعني نركز على حالات حقيقه هي سلبيه، الايجابيه ناخذ لها تحيه ونحترمها ونقدسها ونقدرها. لكن اليوم الأب يجب أن يكون الاحترام بالدرجة الأولى بغض النظر عن كل المسميات.
ما يعني ما معقول انه انا اطعن بالسيد الوالد وابويا، ابويا مهما كانت الامور بغض النظر عن حتى لو يغلط السيد الوالد والله اقبل ايده. الله سبحانه وتعالى هو اللي قرر مو انا اللي قرر. فاتمنى انه تنتبهون لهذه الحاله الى بعض من يسيئون الى ابهاتهم مع اعتزازي وحبهم. الاب الناجح هو اللي يبني عائله ناجحه. نعم الاب الناجح هو اللي يبني العائله الناجحه اللي تقدر ان تفيد المجتمع وتقدمه من حاله الى حاله افضل. واحنا اليوم احنا حتى الله سبحانه وتعالى خلى انا هاي العيد الكبير والعيد الصغير اللي زعلان اللي عنده خلاف اللي عنده كذا يا ريت تسامح. تسامح ماكو احلى من التسامح. وانا اجي حتى لو انا احس بنفسي ما غلطان والوالد غلطان اجي واطيح عليه وابوسه. ترى مو هاي مو يعني مو انتقام مو معقوله يعني خلي شويه يتنازل الابن. زياده بقيمه الانسان ان يتواضع. يتواضع. يتواضع انسان من تواضع الى النتيجه الافضل. نعم. فنتمنى والبنات الباقيات شنو شغلن؟ والله الاولى ماجستير هندسه مدني. اللهم صل على محمد. الثانيه هندسه اجهزه طبيه. اللهم صل على محمد. الثالثه صيدلانيه. الرابع صيدلة، الخامسة ثاني صيدلة. اللهم صل على محمد ونعم التربية ونعم العائلة الكريمة الرائعة اللي السيد الوالد فضل رب العالمين. الحمد لله الله ساعدني ولحد هاي اللحظة. والوالدة الوالدة الوالدة لا أيضا ماجستير في الفنون التشكيلية. ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله يحفظك ويحفظ العائلة ويحفظ مريتك والمثل الشعبي وبناتنا. اللهم رب إن شاء الله نشوف خيرهم ونعم. الله يسلمك يسلم العراق وينصر من هاي الأزمة. آمين آمين وإن شاء الله أزمة وتعدي. العراق متعود ومتعلم على هواي أشياء بس ما ارتاح. التوفيق إن شاء الله نتمنى حسن العاقبة نتمنى أنه الله سبحانه وتعالى يلتفت إنه. والله أهم شيء أهم شيء دعانا أنه العراق يبقى سالم. والله يا سالم والله العراق العراق فوق كل التسمية فوق الطائفية فوق أكيد أكيد فوق الأقليات فوق القيم كل العراق الوطن الوطن الوطن. أي والله نشكر العائلة الطيبة الرائعة وكل عوائل نتاج الراس لكن كنموذج عائلة الرائع أبو هند أستاذنا الفاضل التدريسي المشرف التربوي اللي حقيقة من خلال قناة الأيام الفضائية وبرنامج ويا أحبابنا ناخذ له تحية ونقول له صحة وسلامة إليك وطولة العمر. واللهم ربي يحفظك وإحنا خذينا من وقتك حقيقة. الله يسلمك أستاذنا الفاضل. مشكور 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 مع الف سلامة. فدقيقة اعطينا شيء للسيد الوالد. احنا السيد الوالد ونشكر وبارك خلينا يا هو اذن هاي موا من استاذ جدار سنتر السيد المخرج جدار سنتر تعمل السيد المخرج جدار سنتر. نشكر السيد المخرج على جدار سنتر اعطانا الهديه اللي هي طبعا اجهزه منزليه هديه مقدمه من مول الحارثيه وقناه الايام الفضائيه وبرنامج ويا احبابنا للغالي عمنا العزيز ابو هند. حتى لا تقول ما اعطونا انه سلمنا على العائله. مشكور الله يحفظ شبابك وان شاء الله الله يسعدك بحياتك وان شاء الله تقدمين ما هو افضل للعراق بشهادتك ومستقبلك ودوامك يا بابا. سلمين على خواتك وعلى السيده الوالده والله يعطيك الصحه والعافيه لامك وابوك هاي الخيمه اللي هم يستحقون التقدير والاحترام. تحياتي لخواتك تاج راسي ان شاء الله. شرف بالسلام بالسلام. اذا تعال اوقف لنا خذ صوره انا وياك وبابا. احنا هذا الصوره هنا انا والسيد الوالد يخلي خيمه عليكم نشرف. شرف هلا عمو هلا حبيبتي الله يسلمك. مستمرين وياكم مشاهدي قناه الايام الفضائيه وايضا السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. مشتاقين. شلونك عمو؟ الحمد لله منيحه. الحمد لله. ابو من؟ اهلا بيك. ابو من؟ ابو ورد. عندك بس ورد وغيره؟ سالي الكبيره وورد الصغيره. شوف 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 طبعا ورد سوت سالي هيجي قالت بابا نسيتني ورد الصغيره؟ صغير ورد. ورد ورد وساري؟ سالي الكبيره. ما معنى كلمه سالي؟ من سوريا. من سوريا. الف تحيه طبعا لاشقائنا ناسنا والطيبين واليوم هم ضيوف عندنا وبنص اهلهم اللي هو من الشعب السوري الشقيق. كيفك؟ الحمد لله. الحمد لله. شو اسمك؟ ورد. يعطيك العافية. هلا أنت هون بالمول شو عم تعمل؟ عم نشتري أغراض، عم نشتري دفاتر، عم نشتري أدوات المدرسة. ما شاء الله عليك. وأنت شاطر كويس؟ إيه.
شو تعمل بالدراسة؟ كان اليوم أول يوم دراسة ولا امبارح؟ لا يعني بعد امبارح. بعد امبارح. هلا أولت امبارح. أولت امبارح يعطيك العافية. وينو بابا؟ هون بابا؟ أيه. الله يخلي لي إياك يا حبيبي. ويخلي لك بابا يا حبيبي. الله يسلمك حبيبي. أبو وارد. عيوني. احنا ما راح نسألك لأن أنت ضيف عندنا. خلينا نشوف الهدية شنو هي. مطعم مستر بارز. هاي العائلة لكم أربع نفر. منيح؟ شكرا. راضين علينا؟ اي خلاص هسه بدنا نرجع. الله يسلمك، هسه نسولف وياك. يمتى اجيت من سوريا؟ تقريبا شهر ونص. اللهم صل على محمد، ما شاء الله. وين انت بسوريا؟ لان انا عشت بسوريا. بالشام. بالمزه. بالمزه، انا كنت بالشام كمان وبالمزه، لان كان ناجي جبر ابو عنتر كان جاري. الله يرحمه. الله يرحمه. وانا بزوريه الحفار. كان جاري وتحسين بيك. بالفيلات الغربية. أيوة. جاري يبا أنا جاري. كنت بيت المنطقة. أي. وكانوا معانا بيت الفنانين طعم التميمي. طعم التميمي الله يرحمه. عفو. رحت حضرت له مسرحية بالشام. يعطيك العافية. كان يمثل مسرح. أيوة أيوة. أي. صحيح كان معي. أي. كان معي بمسرح الشام. صح. يم فندق الشام. يم فندق الشام. أي. السفرة. السفرة. أنا مثلت وياهم. أي. كان معي قاسم سيد وفنانين كثير وكان أحمد طعمة من ضمن الشخصيات. نعم. وكان المنتج وأيضا المؤلف الرائع سوران علي شريف كان. نعم. وكان كثير عندنا من أصدقائنا وإخواننا الأشقاء السوريين. الله يسلمك حبيبي. وكانت بيوتهم مفتوحة للعراقيين. الله يسلمك. بسطتوا يعني سريتوا عنا. اي والله اي والله. ونعمة ونعمة الشعب السوري. تحياتنا اعزائي المشاهدين. طبعا احنا من خلال البرنامج ويا احبابنا وقناه الايام الفضائيه احنا عشره اثنين من الفنانين. احنا انا واحد من الناس كنت اصور بسوريا وارجع للعراق اصور باللاذقيه وبحلب وايضا بالشام صورنا هواي وبحمص ايضا ورحت للحمص اي ورحنا للاذقيه على البحر ورحنا الحلب ورحنا على الكسب ايوه ورحنا وعشنا تصوير ايام رائعه دمشق اللي هي 2004 و5 الله يعيد هذيك الايام ان شاء الله يا رب ان شاء الله يحفظ الشعبين العراقي والسوري الاشقاء لانه ماكو فرق بين العراق وسوريا وانتم حبيب. كلكم طيب الله يبارك فيك هذا بعض ما عندكم الله يسلمك حبيبي الله يحفظك لذلك انت اليوم بالعراق بين اهلك واحبابك وناسك خليك على راسنا ويا حبيبي الله يسلمك انت بالدوام عمو؟ ايه بالدوام هون بالعراق؟ ايه مدرسه الرساله مدرسه الرساله تحياتي لمدرسه الرساله اللي هي ساره موجوده مدرسه سالي مدرسه الرساله وين المنطقه بغداد؟ باليرموك بحي الداخليه تحياتنا لمنطقه اليرموك سلامنا وأشواقنا أيضا سالي اللي هي طبعا من أشقائنا وناسنا وحبايبنا اللي هم جايين من سوريا وأيضا عايشين هنا بالعراق فنقول لهم أهلا وسهلا وألف تحية وإن شاء الله يتخرجون دكاترة هي وورد إن شاء الله ما لاقتك على الله يسلمك ما لاقتك في صعوبة هون بالعراق لا أنا زوجتي عراقية ما شاء الله ما شاء الله زوجتي عراقية مهندسة كمبيوتر مهندسة يعني إحنا هذا الخليط المتجانس بين الأهل اللي هم الأهل العربي اللي سوريا والعراق هم اثنينهم دولة حقيقة شعب واحد أي والله. تحياتنا لكل البلدان العربية الله ربي يحفظك الله يسلمك يا رب يحفظكم يحفظ بلدكم يوصل إن شاء الله الله يسلمك إذن أعزائي المشاهدين من خلال تواجد أبو سالي وأيضا تعال ورد لا ورد تعال هون يا زلمه يا اعطيك العافيه شيخ الشباب يا شيخ الشباب يا العقيد ابو تعال هون تعال هون عم نسكر يا زلمه ولك تعال اقول لك خالي ولك تعال بابا حنسكر يلا ورنش فرجني يا يسوع انا اعزائي مشاهدي قناه الايام الفضائيه وبرنامج ويا احبابنا من مول الحارثيه والهدايا الرائعه اللي قدمها مول الحارثيه ننهي هذه الحلقه ونتمنى قد تنال رضاكم انتظرونا وحلقات قادمه من برنامج ويا احبابنا اخوكم ماجد ياسين وشكرا للعائله السوريه وتحياتنا للشعب السوري والعراقي اخوكم ماجد ياسين يعطيك العافيه اهلين حبيبي سلم سلم على سوريا سلم على الشعب السوري لك سلم يا زلمه منيح سلم على العراقيين سلم لك شو عم تعمل لك سلم كيفكم يا شباب كيفكم يا رجال كيفكم يا رجال شلونكم يا رجال لا مولي منيح عطيني حش لمبوسه هيك ايدك يا زلمه منيح كافي سكر مع السلامه يلا
خلاص يلا بالسلام بالسلام بالسلام. كمل كمل روح كمل اللعبه. احنا كملنا قلنا فاصل قلنا فاصل ما ادري سوى فينا السيد المخرج تسمحوا لي امي داني سوى فينا المخرج صدها علينا مره تقول لي فاصل مره تقول لي حواصل مره تقول لي انهيها مره تقول لي تعال سوي والله عجل عمي عجل انت تعبتني.